هل تعرضت لحادث هدد حياتك بالخطر؟ مثلاً عملية سرقة، حريق أو حادث سيارة، سماع عيارات نارية أو ما شابه؟ اتصل فوراً بمركز الطوارئ 100. هل أردت الاستفسار عن حال ملف تحقيق؟ أو معرفة حال الطرق؟ ماذا عن ترخيص الأعمال أو المفقودات والموجودات وغيرها من الأسئلة العامة؟ اتصل بنا لمركز المعلومات الوطني 110. إذا ابنك في خطر لا تتردد، اتصل 105. هو المركز الذي يعالج حوادث التعرض للأطفال والشبيبة عبر الإنترنت. تذكر، هدف شرطة إسرائيل خدمتك بأفضل الطرق، لذلك اتصل بالمركز الملائم. مركز 100 للإبلاغ عن حالات الطوارئ الفورية. مركز 105 للإبلاغ عن الجرائم المرتكبة في الإنترنت بحق الأطفال والشبيبة. ومركز 110 للاستيضاح والاستفسار عن قضايا ومواضيع عامة.